وقفة احتجاجية لعدد من رياضي نادي الجيش أمام اللجنة الأولمبية للمطالبة بإصلاح وضع الفريق. نتابع. ناشد وزير الدفاع وناشد القادة أو رئيس أركان الجيش في التدخل الفوري في نادي الجيش وحل مشاكل لنادي الجيش. تفاجأنا اليوم بتزوير الهيئة العامة لنادي الجيش. احنا فريق المصارعة، انا احكي عن فريقي، فريق المصارعة تكون من 26 نفر، ولا اسم ولا مدرب ولا مساعد مدرب ولا لاعب موجود بالهيئة العامة. تفاجأنا بعدم وجود اسماء هؤلاء الابطال في انتخابات الهيئة العامة الجديدة، لذلك اليوم ناشدنا السيد الامين العام للجنة. احنا صارنا 5 أشهر مقطوعة رواتبنا، واحنا وقعنا لمدة سنة كاملة عقود ثابتة من الاتحاد ومن النادي، ما لهم اي حق، قطعوا رواتبنا احنا وكل اللاعبين، لاعبي محافظات، كل لاعبين عندهم يعينون عوائلهم يعينون اهلهم، قطعوا رواتبنا من غير حق. احنا الناشد رئيس الوزراء يلقانا حل لهاي المشكله، ليش الظلم بده يصير هاي دائما بهالبلد هذا؟ تفاجئنا لم يقربونا نادي الجيش و 2022 بطل العرب بالوسام الذهبي، ولم ياتي من اي تكريم من قبل النادي.